بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب صوت أردده بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب وأظل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحرار في السجون، السلام عليكم أيها الأبطال خلف القضبان، والسلام عليكم أيها الشعب الوفي الثابت، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إننا نعيش في حقبة مفصلية في تاريخ البحرين، حيث يحاكم رموز المعارضة في محاكم غير نزيهة، وتفتقر لأبسط معايير حقوق الإنسان، وتبتعد كل البعد عن تطبيق العدالة بين المواطنين، بعد أن حكموا في محاكم عسكرية بتهم ملفقة وواهية في مهزلة لتاريخ العدالة كما سمتها المنظمات الدولية. فالرموز المتهمين في قضية التحالف من أجل الجمهورية تم اعتقالهم من دون مذكرة اعتقال وبطريقة شرسة جدا، وتمت إساءة معاملتهم بطريقة حاطة بالكرامة الإنسانية المتأصلة في أبناء الأسرة الإنسانية، على أيدي أجهزة الأمن وأفراد ينتمون إلى وزارة الداخلية البحرينية التي ما فتئت إلا وهي تنتهك حقوق الإنسان ولا تحترم كرامته، وتبطش به وتشهر فيه على أساس طائفي ومذهبي. هذا ما حصل للرموز، غير الصمود الأسطوري الذي سطروه أمام صياط القهر والقسر والتعسف والاستبداد، مقارعين الظلم، رافضين عدم إشراك أبناء الشعب في تقرير مصيره واختيار مسيره الإصلاحي الذي ينير مستقبله وينمو باستدامة وكرامة. إن الرموز الكرام عاشوا مرارة كبيرة بين زنازين كانت ولا تزال تحمل بين جنباتها وآهاتها تحمل بين جنباتها آهاتهم وآلاههم وصرخاتهم ومآسيهم وتعذيبهم ودماءهم التي كانت تسيل من أجسادهم ليحفروا لتاريخ الوطن بتلك الدماء المجد والعلياء واحترام القانون لدولة يحترم فيها الإنسان ويكون فيه الحكم هو الفيصل بين مكونات أبناء الشعب المظلوم. يا أيها الحضور الكريم، إنها مسيرة نضال طالت لنصف قرن، إنها ضريبة الحرية. الوالد برويز يقول لكم من السجن: إن السجن كالحج والعمرة، يولد فيه الإنسان من جديد، وإنه فخور بكم وبنضالكم وتضحياتكم وصمودكم وإباءكم، وإن بثباتكم نحقق النصر. الثورة مستمرة حتى تحقيق المطالب، ولن ننثني مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات. إن دماء الشهداء وجهادهم هو الذي يصنع الانتصار، والانتصار حليفكم، والمحبة والود والتقدير والفخر لكم وبكم. إننا نخجل أمام تضحياتكم أيها الأحبة. تحياتنا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.